بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناتكم، قناة أشرف القاضي. طبعا إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن عملاق من عمالقة أجهزة الـ 4K الأندرويد ريسيفر، جهاز الجولدن 2090. طبعا كلنا يعني ناس كتير قوي كانت منتظرة الحلقة ديت عن الجولدن 2090. الجولدن 2090 ببساطة هو جهاز أندرويد تي في بوكس ريسيفر، كمان ممكن نضيف انه بيقوم باعمال الكمبيوتر على الشاشة، بمعنى ان الجهاز تقدر تربطه بكيبورد وماوس وايرلس جايين مع الجهاز. طبعا ده جهازنا، طب نقول بس كده ايه ده شكل جهازنا يا جماعة بالباكج بتاعه، ده الباكج اللي جاي معاه والجهاز ده جهازنا الجولدن 2090. تمام، ان شاء الله هنتكلم عنه باستفاضة كبيرة، بس طبعا الحاجات دي كلها كده انا هشيلها على جنب لان هو دي مش اساس الجهاز. انا اساس الجهاز عندي هو الجهاز نفسه، الجولدن 2090، الجهاز اللي بنتكلم عنه النهارده باذن الله. طبعا زي ما انا قلت في البدايه، اندرويد 4K ريسيفر، في نفس الوقت تي في بوكس كمبيوتر، خمسه في واحد يا جماعه، خمسه في واحد بجد. الجهاز دوت تقدر ان انت، قبل ما اتكلم في الناحيه التقنيه بالنسبه للجهاز والهاردوير بتاعه، جهاز ده تقدر ان انت عن طريق الجهاز ده على الشاشة بتاعتك تحول شاشتك لاندرويد، شاشتك هتكون شاشة اندرويد حقيقية، دقة الفور كي تقدر تشغلها على اليوتيوب وعلى فتح قنوات الفور كي لو انت عندك اقمار اجنبية، النايل سات معلهوش فور كي. تمام، كمان في حاجة انك تقدر تشغل الشاشة عندك كجهاز كمبيوتر عن طريق جهازنا، لانك بتربط الماوس الوايرلس والكيبورد اللي جايين مع الجهاز على الريسيفر، وتبدا تشتغل تتصفح على جوجل بلاي، تنزل تطبيقات، اي حاجه، حتى الالعاب الجيمز. الجهاز ده بيدعم تشغيل الالعاب، فبقى بالتالي عندك جهاز بيقوم بشغل كمبيوتر حقيقي. تقدر تخزن ملفاتك على الجهاز ده، تقدر تظهرها على الكمبيوتر، تقدر تربط الموبايل بتاعك، موبايل بتاعك الاندرويد او الايفون على جهاز جولدن 2090 عن طريق خاصية الميراكاست. ميراكاست طبعا كلنا عارفينها، او غالبية الناس اللي عندها اجهزة تي في بوكس اندرويد بيكون عارفين الجهاز الاندرويد. خاصية الميراكاست افضل خاصية ممكن تستخدمها لربط الموبايل بجهاز الريسيفر واظهار الشاشة كاملة، مش محتوى، مش فيديو او صورة زي اجهزة سان بلس على الدلنا او على اليو كاست، لا، عندك هنا الميرا كاست على الجهاز تقدر تظهر الشاشه كامله بتاعه الموبايل، صوت وصوره، اي تطبيق، اي محتوى، اي حاجه، الشاشه كامله بتظهر على الشاشه عندك عن طريق الميرا كاست الموجوده في جهازنا. كمان الجهاز بتاعنا عليه سيرفرات تقدر ان انت تشغلها منصات كتير جدا، اي بي تي في وشيرنج. طبعا الجهاز عليه اتنين سيرفر شيرنج، عليه جهاز سوري عليه سيرفر الشيرنج الاول وهو سيرفر الجوسات بلس فيرجن 3 المطور، موجود عليه بالصوتيات بتاعته بالترجمه البرو، نسخه الترجمه البرو اللي زي كانت موجوده على ال 2080 موجوده هنا كمان على 2090. نسخه الترجمه المطوره الموجوده هنا هي نسخه الترجمه او الترانسليشن بروفيشنال، موجوده هنا، هي هنا في الجهازين. فبالتالي انت عندك هنا سيرفر مفتوح المده، مدى الحياه، شغال على طول. المره اللي فاتت انا معلش سوري انا قلت هو مفتوح المده مدى الحياه او فوريفر، ففي ناس، بعض الناس افتكروا ان الجهاز ده عليه سيرفر فوريفر، لا، الجهاز ما لهوش سيرفر فوريفر، هو الجهاز عليه جوسات بلس فيرجن 3 مفتوح المده، وسيرفر الجوسات معروف امكانياته وقوته، يعتبر من اقوى السيرفرات الموجوده في السوق خصوصا على الاقمار الاجنبيه. لو انت عندك اقمار اجنبيه، تركيبه اقمار خصوصا الباقات الرياضيه العالميه كلها الحمد لله موجوده، مفيش حدث رياضي هيعديك الا ما هتلاقيه على الاقمار. لو انت عندك تركيبه اربع اقمار ست اقمار برضو الجهاز فاتح وشغال ما شاء الله تمام. كمان عندك منصات، سوري، كمان في كمان منصه للشيرنج على الجهاز وهو منصة الفونكس. الفونكس هنا موجود على الجهاز سنتين مش سنة، تمام؟ يبقى انت عندك هنا جوسات وعندك فونكس، وانا دايما بقول افتح الجوسات وسيبك من الفونكس خالص، الجوسات هو الاساس، والجوسات شغال مفتوح المدة بصوتياته بالترجمة الاحترافية عليه.
ده بالنسبة لجهازنا. أنا لسه ما اتكلمتش في الهاردوير، أنا أعتبر كده كل كلامي كلام يعني البداية. بالنسبة برضو يا جماعة للجهاز بتاعنا، كتير من الناس بيسألوا أنا الجهاز دوت إحنا سمعنا إنه بيسخن. أنا حبيت أوضح المعلومة دي لأن في بعض الناس يعني معلش عذرا يعني، أنا مش هتكلم عن حد ولا هقول بيقول إيه ولا بيعيد إيه، أسهل كلمة عنده يقول لك ده الجهاز بيسخن. طب ما يسخن، طب ما أي جهاز في العالم بيسخن، خصوصا الأجهزة الإلكترونية. أي ريسيفر في الدنيا بيسخن، الأوكتاجون بيسخن، الفيو بلس بيسخن. الأجهزة دي يا جماعة أجهزة ب 8000 وب 10000 وب 7000 جنيه، وبتسخن وبتقيد نار، بس عشان أجهزة كبيرة شوية والبوردة على رجول وغطسة مش قدامك على طول، أنت ماسكها من الكفر مش حاسس إنه بيسخن. لا ده من جوه، مش لو حط لو فتحت ظهر الجهاز وحطيت إيدك على البوردة مش هتطيق تحط إيديك على الأجهزة الغالية اللي بنتكلم عليها ب 8000 و10000. فنصيحة لوجه الله، ما تسمعش لأي حد ممكن ان هو يضرب لك في منتج عشان يبيع هو المنتج بتاعه. الكلام ده كلام فاضي، وللاسف ناس بتالف. اي رسيفر في العالم بيسخن، حتى الاجهزه القديمه. بعض الناس كان بيكلمني، معلش بقى انا ايه هطلع من الجهاز دلوقتي، بعض الناس كان بيكلمني يقول لي انا عايز الجهاز القديم. اقول له ايه الجهاز القديم ده يا عم الحاج، جبته منين الجهاز القديم؟ يقول لي الجهاز القديم اللي كنا بنشتريه زمان، اللي هو العلبه بتاعته صاج، او العلبه بتاعته يعني حاجة زي الصاج كده أو حديد كده، أو حتى هو كان صاج. أجهزة القديمة زي الترومان، زي السترونج القديم، زي أجهزة الأسترا القديمة، كان جهاز حلو كده يا باشمهندس ما كانش بيسخن خالص. أقول له يا راجل، يقول لي ما كانش بيسخن نهائي، يدفى بس يبقى دافي كده، حط إيدي عليه دافي وشغال 24 ساعة. أقول له ما أنت ما جربتش في مرة ترفع الغطاء بتاع الريسيفر دوت وتحط إيدك على البوردة؟ ما انت لو حطيت ايدك على البوردة مش هتطيق تحط ايدك على البوردة بتاعة الريسيفر القديم اللي انت بتقول عليه دافي ده، من جوه بيبقى البوردة سخنة نار. اي بوردة الكترونية وصل لها او داخل لها فولت لازم تسخن، ده شيء طبيعي وشيء بديهي، مفيش حاجة الجهاز ده بيسخن والجهاز ده ما بيسخنش. لا كل الاجهزة بتسخن بلا استثناء. هتقول لي الجهاز مش عارف ايه ما بيسخن، لا بيسخن بيسخن، بس انت كل الحكايه البورده ممكن تكون مش مباشره. يعني البورده انت بتشوف اجهزه الميني بيبقى جهاز صغير خالص كده قد العلبه كده، اكبر من علبه الكبريت بحاجه بسيطه، او قد علبتين كبريت جنب بعض، وتقول ده بيسخن. ما هو لازم يسخن، ده داخل له 12 فولت، داخل له فولتيه وامبير شغال عليه، فلازم يجي درجه حراره، ده شيء طبيعي يا جماعه. طب انت لما سمعت انه بيسخن، او حد حبيبك عنده جهاز وقال لك ده بيسخن، انا بس اسالك الجهاز بايظ عنده ولا شغال؟ يقول لي شغال. اقول له طب ما الجهاز شغال، ايه المشكله؟ يقول لي المشكله انه بيسخن. ببقى هيبدا بقى يخرجني عن شعوري ويخليني ان انا اتعصب او كده اضحك، اعمل ايه طيب؟ اقول له يسخن زي ما يسخن، يعني شغال 24 ساعه، الجهاز معاك بيسخن شغال 24 ساعه، مش هيقول لك انت فين؟ شغال 24 ساعه، طحن اي بي تي في وشيرنج وبتاع ده تطبيقات وكل حاجه، وشغال ضرب نار. الجهاز عندي بقاله 3 سنين الله اكبر، شغال طلقه ما شاء الله، وشغال 24 ساعه في 24 ساعه شغال تمام. ده غير كمان ان الشركه ما شاء الله تحديثات يعني بصوره مستمره ودعم فني للجهاز. الجهاز ده اول ما نزل، ما كانش عليه ترجمه خالص، الحمد لله بقى يدعم الترجمه الاحترافيه. اول ما نزل ما كانش عليه ترجمه نهائي، صوتيات ما كانش فيه الاول صوتيات بالثبات الموجود دلوقتي، والتايم شيفت عليه 30 ثانية، كان مفيش صوتيات بالتالي مفيش تايم شيفت، كان ده مش موجود على الجهاز. الجهاز بالنسبة لي سوفت الانيجما 2 او الانيجما زي ما بعض الناس بتسميه، انيجما 2 او انيجما 2 الموجود عليه ما شاء الله خلاه طيارة طيارة بجد، جولدن 2090 وجولدن 2080. الجهاز ده اصبح شغال طيارة، سريع جدا ما شاء الله، فتح سيرفرات، فتح شيرنج، قنوات صوتية، تايم شيفت على مستوى عالي، كل ده موجود في جهازنا النهارده جولدن 2090. ده كبير العيله. ليه كبير العيله؟ لانه 4 جيجا رام، ذاكره 32 جيجا. تخيل انت لو عندك شاشه في البيت اندرويد، لو عندك شاشه في البيت اندرويد ام 25000 ام 20000 جنيه، الشاشه الاندرويد ديت السعه بتاعتها بتتحسب، او الذاكره الداخليه ليها بتتحسب بالجيجا لانها اندرويد زي الجهاز ده، عمرها ما تزيد عن 16 جيجا. تخيل الشاشه اللي هي 65 بوصه و55 بوصه ام حاجه و20000 جنيه، الاندرويد بتاعها مش بيوصل
سوري الذاكرة الداخلية او الفلاش روم او الروم بتاعها، الذاكرة بتاعتها ما بتوصلش ل 32 جيجا ابدا. جهاز زي دوت فيه ذاكرة 32 جيجا فعلي موجودة في الجهاز عشان يقدر يقبل تطبيقات، يقبل العاب، يقبل ملفات قنوات بيوصل لغاية اكتر من 20,000 قناة، وبيقبل لغاية 50 قمر إضافة على الجهاز لو أنت عندك تركيبة أقمار أو عندك متحرك. كل ده موجود في الجولدن 2090. ما بالك عندك رامات 4 جيجا، 4 جيجا رامات، أعلى جهاز في السوق المصري حاليا في أجهزة الأندرويد. نفهمني كويس، نفهمها كويس جدا، الأندرويد 4K. الجهاز ده 4 جيجا رام فعلي موجود على جهازنا، فبالتالي عندك امكانيات حدث ولا حرج، امكانيات عاليه بالنسبه لجهاز اسمه جولدن 2090. ناس كتير كانت بتفضل بينه وبين ال 2080، انا نفسي بحب ال 2080، بستسهله وكمان ارخص من الجهاز ال 2090. بس اللي عايز حاجه يعني اعلى ليفل بالنسبه لمستوى اجهزه الريسيفر هيختار الجهاز ال 4 جيجا رام، علشان هتستنزل العاب، نزل العاب، عايز تنزل اي تطبيق تتخيله باي مساحه تتخيلها هينزل هنا، لان انت عندك مساحه كبيره، عندك 32 جيجا فعلي موجود على جهازنا، فاصبح عندك امكانيات مميزه جدا. كمان المعالج عندك الام لوجيك 905 اس الاكس 3 المطور موجود عندك، عندك معالج بيتحط في الموبايل، عندك معالج ام لوجيك موجود في بورد كتير قوي لاجهزه الكمبيوتر، عندك معالج معروف ومعلوم مع كارت رسوميات كمان عالي اللي هو المالي 31 موجود على جهازك، فانت عندك دعم شامل للالترا اتش دي على الجهاز بدقه الهاي دايناميك رينج ال 10 بلس او الاتش دي ار 10 بلس موجود على الجهاز، وكمان عندك الدولبي فيجن الخاص بتشبع الوان اعلى اداء مع اعلى تباين مع امكانيات مميزه جدا لدعم خواص ال 4K الحقيقي على جهازنا. جهازنا النهارده هو زي ما قلنا جهاز الجولدن 2090. عندك بقى سيرفرات الاي بي تي في هتكلم عليها لسه، بس انا حبيت ان انا ابدا البدايه بتاعت جهازي النهارده في الشغل الهاردوير والسوفت وير الخاص بالجهاز. الجهاز من الاجهزه العاليه في السوق المصري، الجهاز الحمد لله بنصدره لكل دول العالم، كل دول العالم الجهاز بيروح فيها وشغال الله اكبر، من اقوى اجهزه ستار نت والسوق المصري بصفه عامه. بالنسبه لجهاز الجولدن 2090 يا جماعه، طبعا بيجي معاه باكج، الباكج اللي معايا موجود معاه الماوس الوايرلس او الماوس اللاسلكي، وبيجي معاه كمان الكيبورد اللاسلكي، وبيجي معاه مروحه تبريد، فانت التبريد، فانت التبريد اللي بتيجي مع الجهاز بتاعك، فانا خاصه بتشغيل الالعاب. لو انت هتشغل لعبه عاليه زي الفري فاير مثلا او الالعاب العاليه هتشغلها، بتحط فانت التبريد علشان تبريد البورده بسرعه مع تشغيل الالعاب. طب انا مش عايز اشغل العاب، وانا دايما بنصح ده جهاز ريسيفر في الاساس ما تشغلش العاب. طب انا عايز مش هشغل العاب، ما تشغلش المروحه، شغل الجهاز من غير المروحه وسيبه يسخن 97 سنه ولا يهمك، ومسؤوليه اشرف القاضي. المروحه اللي بتيجي مع الجهاز بتيجي لتبريد الجهاز اثناء الالعاب والمدد الطويله، عايز تشغلها في كل الاوقات شغلها، لكن انا نفسي ما بشغلهاش مع الجهاز اثناء التشغيل المروحه. وكمان بيجي مع الجهاز اتنين ريموت تاتش ماستر اصلي الموجودين مع الجهاز، والجهاز بتاعنا برضو يعني بيجي مع برضو كيبل الفور كي الخاص بالجهاز، فبالتالي بيجي لك امكانيات كويسه جدا وامكانيات مميزه جدا مع جهازنا النهارده جهاز 2090. هنتكلم بقى ان شاء الله على السيرفرات الخاصه بالجهاز. الجهاز طبعا عليه شيرنج وعليه منصات اي بي تي في ما شاء الله كتير. اولا بالنسبه للشيرنج عندنا الجوسات بلس فيرجن 3، الشيرنج بتاع الجهاز جوسات بلس فيرجن 3. مدى الحياه مفتوح، مدى الحياه الشيرنج الخاص بالجولدن 2090 مفتوح المده بالصوتيات بتاعته وكمان بالترجمة الاحترافية اللي هي الترانسليشن برو. عندك ترجمة احترافية مع صوتيات وتايم شيفت حتى 30 ثانية، وكمان معاك جوسات لمدة لا نهاية، لمدة مفتوحة، مفتوح المدة. وكمان عندك سيرفر فونكس لمدة سنتين، ده برضو شيرنج على الجهاز. ودايما بننصح لو هتفعل جوسات
اقفل الفونكس، هتفعل الفونكس، اقفل الجوسات، ما تفتحش الاثنين مع بعض عشان ما يعملش تضارب بينهم وبين بعض، تمام؟ والسيرفرين معروفين جدا طبعا، والجوسات معروف بثبات ادائه على جميع الاقمار. ده بالنسبه للشيرنج على على الجولدن 2090. هنيجي لمنصات الاي بي تي في. زي ما احنا شايفين كده عندنا منصات كتير، وفي نفس الوقت انا الصوره اللي قدامي ما فيهاش كل المنصات، بس دي افضل منصات موجوده على الجهاز. اولا انت عندك منصه جديده نزلت اللي هو سيرفر مارفل، نزل على الدفعه الموجوده دلوقتي، الدفعه الجديده ديت. سيرفر مارفل نازل لمده 15 شهر، يعني سنه وثلاث شهور مجانا. سيرفر مارفل 15 شهر. وعندنا سيرفر الفورس، فورس لمده 5 سنين، 5 سنين سيرفر فورس 60 شهر. وعندنا سيرفر نوفا لمده سنه 12 شهر، ونوفا بلس طبعا الماستر الاصلي. وكمان عندنا سيرفر دراجون موجود على الجهاز لمده سنه 12 شهر. وعندنا سيرفر هاها برو النسخه الثامنه او الفيرجن 8 فيرجن 8 احدث اصدار لهاها لمده 5 سنين. يعني عندك فورس 5 سنين، وعندك الهاها لمده 5 سنين، وكمان عندك سيرفر كيوت لمده 5 سنين. يعني في 3 سيرفرات، كل سيرفر لوحده 5 سنين غير باقي السيرفرات الموجوده. وكمان عندنا سيرفر كويك بس صورته مش موجوده قدامك، ده لمده سنه، موجوده عندك اللايف بتاعه والفود، تمام؟ ده بالنسبه لسيرفرات الاي بي تي في. انا مش فاكر والله، أنا ممكن اكون نسيت حاجه، بس ده اللي انا متذكره. يبقى احنا عندنا فورس 5 سنين، دراجون هاها 5 سنين، كيوت 5 سنين، سنه وثلاث شهور مارفل، سنه نوفا، وسنه دراجون. كمان يا جماعه الميزه الجديده في الاصدار الجديد بتاعنا ده، ان انت على الاي بي تو سات تقدر تشغل كيوت بدل 5 سنين هيبقى 10 سنين. الاي بي تو سات على الجهاز انك تخرج القنوات بتاعت اللايف عندك بره في وسط قنوات الاقمار عادي، في ظهر قنوات النايل سات بتنزل بصوره يعني سليمه في اخر قنوات النايل سات. لما تفعل الاي بي تو سات بتفعله على سيرفرين، ممكن تفعله على الهاها لمده 5 سنين، هيفضلوا معاك موجودين في قائمه القنوات عادي لمده 5 سنين سيرفر هاها، او سيرفر الكيوت، كيوت بكود 1 10 مرات على الاي بي تي في، وتفعيله من جوه الجهاز بكود 10 سبعات. لكن لو انت في الاي بي تو سات عايز تفعله، بتلاقي سيرفرين بس هم المتاحين في الاي بي تو سات عشان يخرجوا بره، الكيوت 10 سنين. كمان زي ما قلنا عندنا الاي بي تو سات، عندنا الجهاز بيدعم الاي بي تو سات في سيرفرين، اما الهاها او الكيوت. في نفس الوقت يا جماعه الجهاز بالنسبه للشيرنج زي ما قلنا، ما ننساش ان انت عندك صوتيات مدى الحياه وترجمه مدى الحياه مع جوسات مفتوح المده فيرجن 3 الخاص بالترجمه الاحترافيه، والصوتيات باكتر من مصدر. وكمان عندك صوتيات التايم شيفت بتاع لغايه 30 ثانيه عشان الناس اللي بتشغل الفيدات على الاقمار. فهنا احنا بنشوف في سيرفرات كتير ما شاء الله، و اي بي تي في منصات كتير برضو موجوده ما شاء الله مده كبيره جدا. كل ده موجود على جهازنا بصفه مجانيه، كل دي اشتراكات مجانيه. كل سيرفر بتلاقي لما بتخش على الاب ستور بتاع الجهاز، لان الجهاز عندنا اندرويد، بتخش على الاب ستور بتاع الجهاز بتلاقي السيرفرات قدامك، بتعمل له زي حاجه زي التحميل داونلود، وتبدا اول ما تخش على صفحه السيرفر بتلاقي مكتوب الكود قدامك، انت مش هتحتاج ان حد يقول لك خد الكود، لا. كمان في ان شاء الله باذن الله فيديو شرح كامل بيوصل للعميل لما يوصله الجهاز مع الاكواد، شرح كامل للريموت الخاص بالجهاز، وشرح كامل ازاي تقدر انك تنزل سيرفراتك، ازاي انك تقدر تحمل قنواتك، ازاي انك تفتح الشيرنج. كل الشرح مبسط بصوره وصوت اتش دي، بحيث انك تبقى عندك مرجع لجهازك لو احتجت اي حاجه فيه، مع دعم فني طبعا موجود معايا بصفه مستمره. طبعا بشكركم جدا، واتمنى لكم كل خير، كل سنه وانتم طيبين ودمتم بصحه وبعافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.